تحت شعار العلماء منارات للتراث والتاريخ واحتفاء بالذكرى 73 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ومرور 7 سنوات على وفاة الشيخ محمد عبد القادر حيبلتي، نظمت جمعية حيبلتي للتراث والتاريخ بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء ندوة علمية احتضنتها القاعة الشرفية للمجلس البلدي بالداخل، وتهدف الندوة إلى التعريف بالعالم الجليل محمد عبد القادر حيبلتي رحمه الله وإطلاع الحاضرين على محطات من سيرة حياته التي تميزت ببحثه المستمر عن منابع العلوم إلى أن صار عالما عارفا وغذى بيته مدرسة علم وزاوية تصوف. تحاول التحسيس بدور العلماء والأعيان والصلحاء في صناعة التاريخ وترك التراث المحترم الذي يخدم المجتمع والذي ينبغي لأجياله الشابة والباحث وخاصة الباحثة والدارسة أن تهتم به لتصنع منه القدوة للدرجة الأولى، لأنه الغاية من التاريخ والغاية من التراث هو صناعة القدوة، أن نعرف سلفنا الصالح. أولا نعرف أن لنا سلف ونعرف أن سلفنا صالح وأنه ترك لنا تاريخا مشرقا وتراثا غنيا، فنخدم هذا التراث وهذا التاريخ ونستغله لنكون خير خلف لخير سلف. برنامج الندوة يتركز أساسا حول بعض المداخلات، وإحنا أخذنا أحد أعلام هذه المنطقة هو الشيخ محمد عبد القادر حيبلتي كنموذج لدور الأعلام في صناعة التاريخ وترك التراث الغني، ونتمنى إن شاء الله من خلال تتبعكم للمحاضرة حول هذا الرجل أن تستنتجوا عنوان الندوة، وهو أن العلماء منارات للتاريخ والتراث. الحقيقة اللي تحدثنا عنه في هذا العالم ما نلاه يجيب معشار ما فيه ما أتى به، لأن هذا العالم هو عالم وديب ومنحوي وفقيه وشاعر وبلاغي ومنطقي ومحدث، وحدث عنه ولا حرج، وكان يقري في عدة محاضر ويقري في السفر وفي الحضر، ومهم عنده التعليم، مهم عنده نشر الرسالة والتعليم أكبر قدر ممكن يقدر يتعلم من أهل هذه المنطقة. وكان الحقيقة منين يجبر حد ولو ما هو ذكي ولو جاهل يعدل له بوسائله هو الخاصة اللي يعلمه. هذه الجمعية هي أنشئت 2014 وأنشئت من أجل أن لدي من أجل أن 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 تعرف الشباب الناشئ في هذه الجهة الغالية على ما تركه له أجداده من علم وتراث لا تريده أن ينسى. ولهذا فإننا قررنا اليوم أن ننظم هذه الندوة وبالتعاون مع علماء هذه الجهة أو بعض أعيانها لكي يعرفوا الشباب بما تركه له أجدادهم ومما أوصوا به لكي لا يموت معهم. نبدأ هذا اليوم بالشيخ محمد عبد القادر الحيبلتي، وبعده إن شاء الله سنتطرق إلى ما تيسر من أعيان المنطقة، لأن معرفة هؤلاء الرجال وما قدموا لهذه الأمة الإسلامية من تراث هي عون لنا على أن نهتدي بهديهم ونستن بسنتهم ونقتدي بهديهم. والإنسان دائما لا بد له من قدوة، إذا قرأ سير أعلام النبلاء وتعرف على أعيان الأمة الإسلامية يحفزه ذلك ويقوي همته ويحيي الإيمان في قلبه والهمة مما يبعثه إلى أن يكون إن شاء الله
خير خالفين لخير سلف. كل المحاضرات التي ألقيت خلال الندوة أشادت بخصال الراحل المتعددة، فالقطب الشيخ محمد عبد القادر حيبلتي رحمه الله عرف بالنبوغ والفلاح والزهد في الدنيا، ودعا عدد من المتدخلين إلى نفض الغبار عن مؤلفات الراحل وجعلها متاحة للعموم كي يستفيد منها كل طالب للعلم، كما تم منح هدايا لعدد من الشخصيات المحلية. بعدها قرأت برقية الولاء المرفوعة لجلالة الملك لتختتم الندوة العلمية بالدعاء لأمير المؤمنين.